ثواب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، فبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أعطينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. Tüm izleyenlerim için, Allah rızası için El-Fatiha.